طيب استاذ جمال الزهيري، يمكن هسالك بقى بس بجانب كراجل ناقد رياضي وصحفي وليك تاريخ كبير وباع طويل في الرياضه المصريه، وحضرت مناسبات عديده سواء كرويه او حتى افتتاح لملاعب عديده في الفترات السابقه، رصدت ازاي هذا الموضوع النهارده ورؤيتك لهذا الحدث الرياضي الكبير سواء بالنسبه للنادي الاهلي على المستوى الخاص او بالنسبه للرياضه المصريه بشكل عام؟ اولا طبعا انا بشكر كابتن حشيش ان هو يعني ربط مجموعه من الاحداث، يعني بدايه من الانجازات على مستوى فريق الكوره، الافرع اللي تم افتتاحها تابعه للنادي الاهلي، ثم النهارده انا بعتقد انه في ذكرى او يعني مرور 114 سنه على انشاء النادي الاهلي، يعني شيء رائع جدا ان يوجد استاد باسم النادي الاهلي. مش مهم هيخلص امتى، المهم ان انت حطيت حجر الاساس وهو ده الاصل في الموضوع طبعا. ويمكن انا لفت نظري برضو من خلال كابتن محمود الخطيب النهارده كلامه او كلمته في وضع حجر الاساس، انه مساله التمويل جايه باسم النادي الاهلي، يعني ليس انا مش شايف ان هيبقى فيها ادنى مشكله، لان انت بتسوق لاسم هو اصلا موجود، يعني مش حاجه جديده، ده النادي الاهلي ده نادي عريق لوحده براند بالظبط، ده براند موجود وبراند مرتبط كمان مش مجرد اسم وجمهور، لا بطولات طبعا. يعني لما تيجي تحسب ان الملعب ده سينشأ بعد كل هذه الانجازات اللي تحققت، يعني يمكن زمان انا ما لحقتهاش قوي لما كانت المباريات في استاد التتش يعني كنا يعني ما نوعاش عليها، انما برضو احساس الجمهور وهو بيروح ملعبه اللي مرتبط بيه استاد مختار التتش اللي هو في الجزيره، الملعب القديم ده، يعني انا فاكر وانا مثلا لما كنت بروح اتفرج على تمرينات او على مباريات وديه او شيء من هذا القبيل، انا كنت بروح عشان اشوف او احس بالمكان ده تراث، يعني لا مجرد ان انت تحس ان انت جوه النادي الاهلي، غير بقى ان هو يبقى في استاد القاهره مع كل الاحترام او في اي ملعب اخر، لا ويعني وجود جمهور النادي الاهلي ان شاء الله ولاعيبه النادي الاهلي جوه مكان بيحمل اسم النادي الاهلي، اعتقد انه معنى يعني ان شاء الله هيكون مختلف، والاجيال اللي جايه هتبقى اكثر سعاده بهذا الامر، يعني حظهم هيبقى افضل من الاجيال السابقه او الاجيال الحاليه اللي ممكن بعضهم يلحق بعضهم ما يلحقش، انما الاجيال القادمه هيبقى شيء جميل جدا. والمكان نفسه في الشيخ زايد اعتقد انه هيبقى مميز، لانه موقعه كمان هيبقى سهل جدا اكيد كطرق مواصلات، و يعني والله يا استاذ جمال حتى لو موقعه مش سهل جمهور النادي الاهلي لا يروح لا جمهور هيروح بس هو موقع متميز سواء على الطريق الصحراوي او من داخل مدينه الشيخ زايد، اعتقد ان المكان هيبقى مميز جدا. ويمكن برضو الكابتن النهارده وهو بيتكلم بيقول انه على بعد 100 متر هيبقى الطريق الصحراوي، طريق اسكندريه مصر، طريق مصر اسكندريه الصحراوي، فبالتالي انا شايف ان هو ده انجاز كبير وترجمه لبرنامج عائلة الأهلي، والسلوجان برضو اللي قال عليه الكابتن حشيش إنه النادي الأهلي مش بس بيشتغل في إطار واحد، لا يعني عنده أكتر من إطار هو شغال فيه أكيد، وبيحاول بقدر الإمكان يوفي التزاماته سواء تجاه الأعضاء، تجاه اللعيبة، تجاه الفرق الرياضية، تجاه الجماهير، كل ده في نفس واحد زي ما بيقولوا، رغم كل الصعوبات والمقالب والتركات اللي كانت بتتعمل والظروف اللي احنا خلال الاربع سنين، يعني طبعا يعني كان في كمان مواقف صعبه جدا مر بيها هذا المجلس، اترجمت بقى انه برضو ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش المجتهد طبعا. يعني السنه اللي فاتت دي كانت تتويج في عز الازمات طبعا، والكورونا اللي هي المشاكل الطبيعيه والمشاكل الصناعيه الصناعيه
دي صعوبة الإنجازات بالظبط خلال فترة المجلس صحيح. اللي ما كملتش أربع سنين إنك تعمل الإنجازات دي كلها في ظل وجود سنتين من الكورونا بالظبط يعني سنتين من الكورونا وطبعا الحالة الاقتصادية والشغل تحدي كبير جدا قلة الموارد عدم كمان دخول الجماهير لحضور المباريات كإيراد وكده مهم جدا طبعا يعني طبعا. يعني أنا هعقب بس على حتة صغيرة بتاع الأستاذ جمال حتة استاد مختار التتش لان انا لعبت في الاستاد ده واتمرنت عليه ولعبت مباريات وديه جميل قوي انك يعني تبقى بتلعب على الارض بتاعتك على الاستاد بتاعك على الحته اللي بتتمرن عليها بتفرق كتير جدا جدا ما يقعدش النادي الاهلي يختار يقول لي ايه كل سنه انا هلعب على استاد القاهره لا انا هلعب على مش عارف استاد هيبقى معروف خلاص الملعب بتاعك ايه وبعدين ايه بقى في جزئيه مهمه قوي اللي هي محمد سريعا بس اللي هي بخصوص الصيانه مش هتلاقي بقى الاستاد اصل الاستاد الفلاني في صيانه هو بتاعك انت انت اللي بتعمل صيانتك بنفسك وانت في اللي حاجه كمان يا امير ارضيه الملعب تعود عليها وحجم الملعب نفسه بالنسبه للعيبه انت عارف في ملاعب عريضه بالزبط شويه بالزبط. في ملاعب ضيقه انك تتمرن وتبقى ده ملعبك حافظه طول النجيله جمال يعني الحاجات دي بتفرق في الاحساس والفنيات مع اللعيب احساسه ان هو في ملعبه دي حاجه كبيره بالنسبه لك طب قريب من الملعب بالظبط كده.